المفروض تتم عملية بالبقاع. نعم. كانوا الإسرائيلية بدهم ينزلوا بالبقاع ويخطفوا قادة من حماس بتنقلوا بين لبنان وسوريا. انكشف أمرهم للإسرائيليين، انكشف أمر الإسرائيليين وألقي القبض على فلسطيني من حماس هو عميل لهم، عم بيعطيهم معلومات. ما نزلت بالأخبار هيدي؟ ما حدا، ما ولا وحدة ما خبرت. هيدي معلومة حصرية. مين اللي كشف أمرهم؟ الدولة اللبنانية أم مخابرات؟ ما بعرف، مخابرات. في كشف أمرهم هلا مين؟ حدا أعطى معلومات من دولة عربية وصل إلى حدا؟ الله بتتأذن هيدي المحاولة؟ كانت بدها تصير يوم السبت أو جمعة وسبت، إنه ينزلوا ويقتلوا أو يعتقلوا أو يخطفوا قادة من حماس، يخطفوا قادة من حماس موجودين بلبنان بالبقاع، بيتنقلوا بين لبنان وسوريا، كانت عبر البقاع، كانت بدها تصير هيدي. هلا وقف هيدي، ما صارت يعني، وقف نعم. هذا الموضوع نعم. عم خبرك هدول اللي خبرتك هن مش موجودين، مش نازلين، هدول سياسي ما عم نحكي. فلك هلا فلك فلك برجع بقول بقاب موجود بالكتاب طبعا، بقاب بين اكتوبر ونوفمبر، بين نوفمبر شيء كمان حول العالم، حدث حدث عالمي بيصير تغيير بمحل معين. ايه بده يصير في شيء بده يهز العالم. نعم. خبر او شيء بيصير، يمكن نرجع نقول احتمال، ما في شيء بيصير 100% حسب الوضع الفلكي. اذا بدك تفسري بقول لك انه هيك هيك رح يصير، هيدا هيدا الوضع يعني. نعم. انه في وضع مش كتير مش كتير هادئ، مش بلبنان، برجع بقول بلبنان ما في حرب، رح ارجع اقول بلبنان ما في حرب توسيعيه، طمنوا في بالجنوب. ربطوا على كلام ماجي فرح بلبنان على لبنان ما في حرب، شوفوا السهر كمان هون سياحه، عندك سياحه، ما لبنان قايم على السياحه، بيقولوا ايه شو حفلات وما حفلات، طب ما لبنان اذا ما في اقتصاد، هذا الاقتصاد ما بتموت من الجوع، هو قائم على السياحه، منيح يعني في ناس عم بيروحوا ويجوا من برا ويروحوا ويسهروا، يمكن انا وانت ما نروح لانه عم نحس مع غيرنا، يمكن نكون شوي منضبطين، ما قلنا عم نشوف شو عم بيصير، بس في ناس بدهم يجوا، في لبنانيه برا بدهم يجوا. هيدا حريه شخصيه، حق الانسان يختار، كل واحد بيقرر بحياته كيف بده يتصرف، ما هيك؟ 100%. ويمكن نحن طبعا عندنا هال اذا بدك هالتناقضات بين انه نحن قلبنا على شو عم بيصير وبين انه في اقتصاد بده يمشي. ايوه وقلبنا على الجنوب وما الجنوبيين يعني اللي عم بيعيشوا اهل الجنوب وعلى طبعا غزه، على الضحايا اللي عم بتصير يعني الابرياء اللي عم بتصير بلبنان وبغزه والاجرام اللي عم بيصير عليهم يعني نحن كلنا قلبنا مع هالضحايا مع هالشهداء، بس كمان في وضع ثاني بيقول لك طيب وبعدين شو بدنا نعمل نحن؟ ما هي المشكله بالحقيقه، وقت توقعي بين بين اثنين بين طموح وبين شغوفين. باقي عم تشتغلي على كتابك لل 2025؟ نعم. بلشتي بدك تعطيني منه شيء يعني؟ هلا لمحات فلكيه للعام 2025. ليكي هلا عام 25 عام كثير 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 مهم ومصيري وحاسم.